تسألناش مسلسلاتي دايما لما بيتوجد فنان كوميدي واحد بيثير عندنا عاصفة وذوبعة من الضحك، فما بالكم لما بيكون قبيلة من نجوم الكوميديا، قرطة من نجوم الكوميديا، يحصل ايه؟ ده اللي هنشوفه فورا لما بيكون مع نجومنا كوميدي واحد نجوم الكوميديا، وهم ألمع نجوم كوميديا في مصر الحقيقة. وتعالوا بينا بقى نكسر التقليديات ونعيش مع بعض ضحك حقيقي. أقدمهم لكم بترتيب تواجدهم الفنانة سهير الباروني بالبروفيل. الفنان محمد صبحي. البروفيل الفنان سيد زيان. الفنان فاروق فلوكس. الفنان بدر الدين جمجوم. فتح للكوميديا على الجانب الآخر بقى في لون تاني، ومشتركين معاهم في نفس الخط، يعني برضو أقدمهم بترتيب تواجدهم الفنان إبراهيم سعفان. الفنان فايز حلاوة. وحد ناظر الفنان عبد المنعم مدبولي. المخرج المسرحي الأستاذ حسن عبد السلام. والمؤلف المسرحي الأستاذ لين الرمل. في البداية كده أهلا بيكم، ولحد دلوقتي ما شفتش ولا ضحكة، والظاهر هنفضل طويلا يعني عشان احنا نجوم الضحك ما نضحكش بتهيألي كده. عايز اعرف في البداية مولد النجم الكوميدي في كلمتين بالترتيب من هنا. ايوه نمرة واحد الفنان سيد زيان. ميلاد الحقيقي للنجم الكوميدي سيد زيان في كلمتين. 1942 مش كفاية. ميلاد وقع تاني. ايوه هما وقعتين في الحقيقة. الاولانية كانت في مسلسلة تلفزيونية اسمها عماشة، كنت بعمل دور أفة اللي كان صديقه برعي. مفيش داعي نتكلم عن برعي دلوقتي، ده مولد بالنسبة للتلفزيون. مولد المسرح كان رواية اسمها سنة مع الشغل اللذيذ، ودي أكبر رواية قعدنا بها سنتين على المسرح عرض متتالي في فرقة مسرح الريحاني. بس الفنان محمد صبحي عايزين بسرعة جدا من غير ما أقول على طول اللي بعد. المسرح انتهى الدرس يا غبي 75، تلفزيون فرصة العمر، سينما الكرنك. انا سنية مكليم في حالة حب بس. فاروق سيدة الجميلة. دول سوليت. بالنسبة لي فرقة اسماعيل ياسين تقريبا سنة 59-60، وفرقة تحية كاريوكا، والتلفزيون بقى والأعمال التانية، فرقتي الخاصة اللي عملتها. معرفش دلوقتي أنا لفت نظري حاجة بسرعة جدا أحب أسأل حضراتكم فيها. الستات قلة حتى في الكوميديا، يعني سمير الباروني بس اللي موجودة معانا؟ والفنانة صفاء موجودة؟ أي وليكن برضو بنقول إن الكوميديا الستات الأستاذ في مصر في الكوميديا قليلين جدا. ليه؟ لا حتى النسبة هنا كويسة جدا، لو 2 ل 5 ل 2 ل 4 يبقى هايل، بس هي طبيعة فعلا. ده ناس كتير قوي انتوا ما عزمتوش. نبيلة السيد وخيرية احمد. بنسبة الرجال يا استاذ فايد قد ايه؟ نسبة قد ايه؟ ضعيفة جدا. 50%. يعني فيك كويسين كويس. وين يا استاذ عبد المنعم؟ العدد قليل في الستات الكوميديا. يعني هي برضو مواصفات الممثلة الكوميديا الحقيقة يعني محتاجة موهبة خاصة واستعداد خاص، ويعني برضو أنا أقولها بصراحة برضو دخل تقاليدنا الشرقية
فإنها تخلق ممثلة كوميدية دي برضو وضع حد كبير جدا. يمكن يلاقوا ممثلات درام كتير، لكن الممثلة الكوميدية بمواصفات الممثلة الكوميدية تقاليدنا الشرقية بتتدخل فيها كتير جدا، لأن برضو لازال عندنا حكاية الضحك من غير سبب اللي اتأدب والضحك معرفش ايه والحاجات اللي بتتقال عن الضحك. يعني ما فيش احتكار في جانب الكوميديا للرجال، جاية كده بالطبيعة الشرقية بتاعتنا. لا احنا عندنا برضو مجموعة كويسة، عندنا خيرية وعندنا نبيلة السيد وعندنا ليلى فهمي وشوكار طبعا ونبيلة عبيد وليلى طاهر، كل دول بيمثلوا كوميدي. وسناء يعني مثلا سناء جميل كمان برضو بتلعب كوميدي، في كتير الحقيقة، بس صحيح قلة بالنسبة لمجموع الرجال اللي موجودين. بس الأستاذ فايز يحب كده يناكف دايما يعني. لا، لا مش قلة، 50 لا عمر الرجال ده مهم أخف طبعا. أستاذ حسن عبد السلام، تفتكر الإخراج المسرحي بالنسبة للكوميديا ليه مواصفات خاصة؟ إطلاقا الإخراج هو الإخراج، هو بس بيتميز إن اللي بيمثله في الرواية الكوميدي لابد أن تتوفر فيهم خفة الظل المطلقة والحضور المسرحي ووصولهم السريع جدا إلى قلوب الناس. بس يعني اعتماد أصلا على الممثل. لكن مش له كتاب مخصوص فيه قواعد معينة، حينما يخرج المخرج مسرحية كوميدي يقوم يوفر لها العناصر المعينة اللي تحرك قلوب الناس بالضحك. لا طبعا الإخراج هو الإخراج في أي لون من ألوان المسرح، بس هو إزاي استغلال قدرة ومهارة الممثل ولونه وطعمه وخفة ظله في الكوميديا. طب رأي الأستاذ فايز حلاوة إيه في الحتة دي؟ هو يمكن حسن بيتواضع شوية، يعني إذا كانش دمه خفيف ما يعرفش يخرج الممثل مشهد دمه خفيف. يعني أنا ليا تجارب شفت فيها مخرجين بياخدوا النص الكوميدي يسلطحوه، يعني هو حسن بيفرز خفة الدم من غير ما يشعر. يعني ما كانش يعني تحط مثلا مخرج دمه خفيف يفرق عن هاتي نكتة ونكتبها في ورق وخلي التاني يقروه، واحد حيضحك والتاني مش حيضحك. في التناول اكيد المخرج بيبعد عن الممثل او بيوحيله ازاي يضحك او يعني اكيد. طيب هو أستاذ حسن عبد السلام في الطبيعة دمه خفيف؟ لا لا والله صحيح، انا يعني ما زلت مصر ان مواصفات الاخراج يعني التكنيك نفسه الالفابية بتاعته هي في الاخراج، لكن هو ازاي المخرج الذكي يستغل قدرة ومهارة ونوعية طبيعة الممثل اللي قدامه علشان يزكيه ويوصله بالسرعة الممكنة الى الناس، ازاي يستغل مهاراته، لان الممثل الكوميدي ده كنز واصله. حتى ما تعمل احصائية كده تجد الكوميديانات اقل من ممثلين التراجيديا بكثير جدا، يعني يعتبروا حتى في مجتمعنا احنا المسرحي هنا يعتبروا نادرة، لان احنا عندنا 5000 ممثل. انا يعني بقول حاجه دلوقتي، ده انا بحييك اولا لان انت كسرت قاعده ان انا اوجه، معلش انا بقول لان انا عايزه فعلا اي حد يتبادر لي اي حاجه يفرضها على طول من غير يعني انا بقول دلوقتي للاسف يعني بنجد ان ممثلين الكوميدي عددهم اكتر من ممثلين التراجيديا والفتى الاول بمراحل، لدرجة دلوقتي ان الفتى الاول لما بيلاقي واحد يعني اي واحد بيتنشقوا عليه. ليه؟ كلنا دلوقتي بنمثل كوميدي، يعني كل ممثلين السينما بقوا كوميديانات، كل ممثلين المسرح بقوا كوميديانات، كلنا ما فيش تخصص يعني كلنا واحنا كوميديانات. يعني معلش يعني المسألة بقت لا كلنا لا، ما اصلي اذا كان في حاجة مجبورين عليها ومفروضة علينا مش بالضرورة يبقى كوميدي، لان الشعب هو اللي بيحدد الكوميديانات. ولذلك اما بتحط اسم معين على شباك تذاكر الناس بتهرع الى الاسم ده اكتر من الاسم ده، لان في الاسم ده ضحكتهم الكبيره وفي الاسم ده البلوف الخدعه اللي ممكن جدا يبقوا عارفينها وفاهمينها. لا انا بقول سؤال انا نفسي اساله الاستاذ حسن حقيقي، ان هو الاسهل في تناوله يعني لو قدامك مسرحيه ميلو درام 100% ومسرحيه كوميدي 100% تختار انهم؟ اختار انه الاصعب طبعا الكوميديا، اصعب الاصعب على الممثل في وعلى ولا في إيه وعلى المخرج في ايه انا اصعب في ايه؟ اصل الحاجه الوحيده اللي مش بايد الفنان هي خفه الظل، دي بايد ربنا. مش كل الناس دمها خفيف اطلاقا، وكل ما الانسان خفه ظله بقت واضحه ووصوله الى القلب بقى واضح وذكاؤه كمان يكون كمان
بيتسم بالذكاء ويتسم بشيء من فهم نفسية الجماهير، ازاي يصل لهم بسرعة؟ مش كل الفنانين كده، مش كل الفنانين عندهم خلقة الظل وعندهم الذكاء السليم اللي يوصلهم الى التعرف على ايه اللي يرضي الجمهور. مش يرضيه على مستوى الاسفاف، لا بيرضيه على مستوى انه يصل الى قلبه بلون من الوان الفن المتحضر على الاقل. الفنان كل كوميديان ذكي؟ اعتقد ان كل الكوميديانات اذكياء. كلهم لغه ما يعني قوي. انا بتكلم عن اغلبيه الكوميديانات اذكياء، لان الوصول الى القلب ده صعب جدا. احنا عندنا كده نفسيا كده عمليه الرفض دي موجوده، يعني البريء متهم الى ان تثبت براءته، ده سيكولوجيه عامه. فالفنان اللي قدامي دمه تقيل الى ان تثبت خفه ظله، يعني صعب قوي انك تصل الى قلب الجمهور، وده وجهه نظر. يعني انا اعتقد يا استاذ زيام الزكي بس بيمثل كوميدي وده لا يعني ما هو عمال يستفسر في الحته دي كويس. عايز اشوف المعادله هل هي صعبه ولا يعني محلوله بالنسبه له. انا اكتشفت دلوقتي بس انك انا زكي. هو الحقيقه اتفضل، ليس الممثل وليس المخرج وليست خشبة المسرح، إنما النص. فإذا كان النص جيد من خلاله يستطيع الممثل إنه يقول، ومن خلاله يستطيع المخرج إنه يخلق، بدليل إن سيادتك دلوقتي مثالي بتقولي له لكل واحد من اللي موجودين من إخواننا النجوم أنت ابتدأت إمتى؟ قطعًا هو ابتدأ قبل ما قالك أنا ابتدأت مثلًا من رواية كذا، قطعًا ابتدأ قبلها بخمس ست سبع سنين. ليه ما ظهرش؟ لأنه كان بيلعب في قلب نصوص تعبانة. يعني مثلًا واحد زي الأستاذ محمد صبحي ظهر السنه دي وهو راجل متخرج ودلوقتي مدرس بمعهد التمثيل بقاله ست سبع سنين، ليه ما ظهرش في ست سبع سنين الظهور اللي هو كان المفروض؟ لانه الى ان وجد النص. هو السبب الاستاذ لما كان عندنا النص الموجود. السبب الاستاذ اللي هو معانا دلوقتي اول مره يمكن يواجه الكاميرات، مش كده ولا ايه؟ اول مره؟ لا طبعا مش اول مره واخر مره. فعلا عايزين نخرج من دي على الكتابه للمسرح، الكتابه الكوميديه للمسرح، هل ليها لازمه معينه ولا برضو الممثل هو في رايك؟ لا برضو هو الكتابه الكوميديه يعني هي مفروض تتوافر فيها في الاصل القواعد الدراما اللي بتنطبق على اي مسرحيه المفروض يعني في البدايه. مش مفروض برضو المسرحيه بتضحك من الاول للاخر، يعني هي مسرحيه بيبقى فيها مواقف بتختلف، يعني احيانا الموقف بتاثر بشكل ضاحك احيانا التاثير يبقى بشكل اخر مش ضاحك يعني. بس طبعا المفروض ان المواقف الضحكه المؤلف بيتناولها من زاويه معينه بتخلق الضحك. حتى موقف الموت يعني ممكن يتعمل منه يتاخد من زاويه تضحك. وده بيحصل بنشوفه كتير قوي يعني بالذات في افلامنا الافلام الاجنبيه مثلا. موقف الانتحار ممكن يبقى موقف كوميدي. فهو المهم في الزاوية اللي بتناول منها الكاتب الموقف. طب نرجع بقى بمناسبة الفنان الأستاذ لمين الرملي وبمناسبة محمد صبحي، نقدر نقول دلوقتي بالنسبة لمحمد صبحي أصبح بيعيش عقدة فرصة العمر؟ أنا كنت عايش عقدة انتهى الدرس. صح. لغاية لما جت فرصة العمر وبقت بالنسبة لي فرصة العمر، فبرضو عايش عودة فرصة العمر. وأعتقد أي فنان كل ما بيقدم عمل وبينجح بيبقى أكثر خوف وأكثر رعب إذا كان صادق مع نفسه. يعني أنا بعتبر نفسي أن أتمنى أن أنا ما أعش، يعني أتمنى أن أنا ما أعملش عمل وحش، يمكن ده بيخليني أفكر ألف مرة قبل ما أبدأ. بس مش عملت لي عقدة بمعنى أن أنا يعني ما أعملش حاجة، إنما أبحث عن ايه اللي ممكن يرتبط بالجمهور اكتر من غير ما اعمل تنازلات من ناحية اللي بيتقدم. يعني زي ما قلنا احنا ممكن نقدم الكوميديا بشكل بسيط جدا 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 ويوصل لقلوب الجماهير. وبرضو هعلق على نقطة النص المسرحي والكاتب. يعني انا بقول النص المسرحي هو الاساس، بس هناك تبرير لده. التبرير بقول لو نص 50% وممثل امكانياته 80% او 90%، حصيلة العرض النهائية هيتقال الممثل عظيم لكن النص مش قد كده. انما لو النص قوي
ومثله ممثل امكانياته 50% هيتقال عرض كويس، وهيتحكم برضه على الممثل انه كويس لانه ادى العرض بنسبة معقولة يبقى فيها ممثل كويس يعني. فانا بقول اساس النص، لان النص كل ما كان جيد، بما ان المخرج ايضا له رؤية زي ما قال الاستاذ حسن، الاخراج كتكنيك بيبقى باحساس المخرج، هو بيتصدى لعمل كوميدي او بيتصدى لعمل استعراضي او بيتصدى لعمل ميلو دراما، بيهيئ نفسه زي الممثل، هو بيعيش ايضا هذا العمل. صحيح مفيش فرق بين التلاتة، انما في فرق بالنسبة لداخله لجواه، زي تحضير المكياج، بس المكياج الداخلي اللي جواه هو بيبدأ يصنعه لنفسه عشان يعيش العمل اللي هيديله لون ويديله طعم للناس ويصوغه بصياغته هو كمخرج. نفس الحكاية بالنسبة للممثل، انه بيتناول النص وبيعمل عملية المكياج الداخلي دي عشان يتصدى للعمل ويعيشها. اذا كان صادق فهينجح، مش صادق هيفشل. التجربة أثبتت. نعم فضلك. عايز أعرف رأي الفنان فايز حلاوة والفنان عبد المنعم مدبولي في فرصة عمر محمد صبحي. لا هو طبعا يعني أنا ما أعرفش إزاي محمد صبحي قال إن بدايته مع فرصة العمر من ناحية التلفزيون. هو صح من ناحية المسرح كانت انتهت درس يا غبي، لكن هو عمل معايا دور برضو في حلقات أيام المرح. الحقيقة كان ممتاز ولامع فيها جدا. هو بخلاف ده وده، فمحمد صبحي من زمان من أيام تخرجه ولعب معايا دور صغير جدا، وفعلا أنا قلت إن الشاب ده جواه حاجات كتير جدا جدا، ويمكن هو كان عارف الحكاية دي إن أنا الوحيد اللي في المجموعة فاهمه، ولذلك يعني كان في تعاطف بينه وبينه ان انا فاهمه كويس جدا، لكن ما كانش في مجال في الدور اللي هو واخده انه يعمل حاجه، لكن انا كنت فاهم ان عنده امكانيات اكتر من الدور اللي كان واخده. لا محمد صبحي الحقيقه من زمان وهو فنان ملتزم وفنان واعي ومخلص جدا للعمل، ما هو ده مهم جدا فعلا، وانه كمان يعني بينقي الدور اللي يقدر هو ينقي الحاجات المتعبة يعني عشان يوري براعة انه راجل. هو انا بيقول بتاع الصعب. هو صحيح فعلا يعني ينقي الادوار المتعبة اللي تظهر امكانيات وبراعة الممثل، لكن محمد صبحي هو دهية ومصيبة من زمان. طب بس يا عمر فنان فايز حلاوة، انا طلبت ده منه يعني. والله انا بفضل انكم تسمعوش رأيي. ليه؟ لانه يمكن ما يعجبكوش او ما يعجبوش هو يعني. لا احنا النهارده لكن معلش وضوح خالص من غير ايديا على القلب صراحه. لا لا انا ما يعني انا مش عايز اقول رايي لانه مش هيعجبه، لكن انا عايز اقول ان المسلسل ده احنا كسبنا بيه مؤلف كويس، وبعدين انتوا ظالمين جدا انكم بتكلموا على محمد صبحي وفرصه العمر، لا في جنبه ناس كويسين جدا ولا يقل نجاحا عنه. الاخ اللي اسمه شكر فضل ده عظيم جدا، ده حاجة خرافية يعني. حسن عبدين كان عظيم جدا في دور انعام سلوسة، الفنانة العظيمة زوز نبيل استعجب فيه ناس مرة كتبوا عنها في جرايد وقالوا ازاي بتعمل دور سيدة، ده منتهى العظمة ان الست العظيمة دي بتحمل على كتفها واحد من الجيل الجديد او اتنين تلاتة من الجيل الجديد. صحيح. عظيم جدا انها بتلعب دور صغير، بتأدي دور عظيم جدا في محيط صغير قوي، الناس ما سقفولهاش، بس تعجب كلهم بيكلموا محمد صبحي. طب الباقيين دول كويسين جدا يعني. انا رايي لما تتكلموا كلموا على الكل ناجحين، والمؤلف اساسا على محمد صبحي الواحد تقول هو زيهم بالظبط. ماما زوز طبعا بمناسبة برضو دور مدام زوزو، الحقيقة زمان كان الفنان نجيب الريحاني طلب من أمينة رزق أنها تعمل دور كوميدي ست القمة في التراجيدي، طلب منها تعمل ده في مذكراتها، تقال الكلام ده،
فهي كانت موافقه، لكن طبعا الفنان يوسف وهبي رفض. ان قال مجرد تواجد امينه رزق في موقف، في الموقف هو اللي هيخلق الكوميديا هنا، يعني مش شرط طبعا ان تلعب هي الكوميديا نفسها او تعمل حركات او حاجه، مش كده ولا انتوا معايا ولا لا؟ يعني يعني فعلا تفاعل مدام زوزو مع ادوار الشبان اللي كانوا في فرصة العمر، وبعدين كانت مدرسه بالنسبه لهم حقيقي، مش كده ولا ايه يا استاذ محمد؟ مظبوط. انا ليا راي بالنسبه لراي الاستاذ فايز، رغم ان انا كنت يعني مرحب جدا نسمع الراي بتاع الاستاذ فايز، انما انا رايي ان ساعات الاضواء فعلا بتسلط على واحد بس وبتتجاهل مجهود ناس كتير. يمكن اتسلطت على محمد صبحي نتيجه عده اعمال الحقيقه، مش يمكن فرصه العمر بس، زي ما انا اشتغلت في اعمال اللي اتكلم عليها الاستاذ منعم. وساعات بيبقى في انسان راي الصحافه وراي النقاد انه لفت نظرهم، فبتبقى زياره حبتين. يعني زي ما انا اشتغلت في اعمال وما كنت متجاهل تماما فيها، رغم ان انا عملت فيها مجهود كويس وحاسس ان من حقي انهم يكتبوا عليا او يتكلموا عليا، فمش بيتجاهلوها، انما ممكن يذكروني في سطر، يذكروني في سطرين. انما كل فنان بتجيله لحظه من حقه انه يتركز عليه، رغم ان دي ما فيهاش انانيه، لان مساله الصحافه والنقد دي راي عام وراي حر يعني. فيمكن كانت زياده حبتين، انما مش نتيجه فرصه العمر، انما نتيجه اعمال يمكن صدفت انها في شهر رمضان اتعرضت وقبل رمضان بالنسبه لانتهاء الدرس. طبعا اعظم في التجربه، وانا قلت ده قبل كده، بخلاف النص، جرأه من جيلين، جرأه من احمد بدر الدين المخرج الشاب، وجرأه من عمالقه كبار فعلا زي مدام زوزو والاستاذ حسن عبدين، كجيل فعلا لازم يقف جنبينا، اساتذه كبار بيقفوا جنب جيل جديد. فعلا مش مساله بيسلموه رايه ولا بيسلموه الخط، بالعكس ده بيصاحبوه معاهم في رحله طويله جدا. يعني انا بعتقد ده ما هوش تواضع، انما ثقه في نفس الناس دول، ثقه عظيمه جدا في مدام زوزو وثقه في حسن عبدين، رغم ان ليه تاريخ، انه يقف جنب محمد صبحي وجنب سامي فهمي اللي عمل شاكر فضله وجنب نسرين. لان العمليه ما هياش وقوف جنب حد بيني وبينك، هي العمليه عمل فني، عمل فني الفنان بيؤمن بيه، سواء دور صغير دور كبير، دور كوميدي دور تراجيدي. زي الناس برضو اللي اتكلموا، زي ما قال الاستاذ فايز اتكلموا ان مدام زوزو ان الدور ده مش لونها، بسمع رايها على طول. تحكي لي هي عن فرصة العمر. هحكي اقول ايه بعد اللي صبحي قاله مثلا او الاستاذ فايز قاله؟ انا عاوز اقول حاجه بس بالنسبه للاستاذ محمد صبحي، انا عاوز اقول حاجه. يعني انت يعني فرصة العمر نجحت وانتهى الدرس يا غبي، وفي اعمال قبل كده برضو مولد اي فنان كان بيصطفوا نجاح. بالتجربة انا شايف انك انت بتعمل لروحك مسرح خاص، يعني هتكون انت النجم فيه والباقي على ما سمعت يعني كلهم وجوه جديدة. انا من رأيي ان ده يبقى غلط. لان انا هدخل دلوقتي في المسرح بقى وحكايه انا ليا كلمة عاوز اقولها. النجم الاوحد بقى قضية تانية كبيرة احنا بنشوف جنبهم. ده بنفس معلش يعني دي بس انا ليا كلمة عاوز اقولها بعد اذنك. يعني احنا نهينا دلوقتي عن ان بنتكلم في ضرورات علاقة الصحافة بالفن عامة يعني، وتقييم الفنانين أو تقييم العمل اللي يجمع بين الفنانين. احنا كنا بنتكلم الحقيقة عن فنان محمد صبحي كنموذج لكوميديان. أنا يمكن أتوقف عند الحتة دي وأقول إن المواصفات اللي أنا كنت بقولها، خفة الظل والقدرة والمهارة وسرعة الوصول إلى قلب الناس والذكاء، يمكن الفنان محمد صبحي بتتسم فيه هذه الشخصية. بالإضافة لأن محمد صبحي يعتبر فنان شامل، لأنه هو أساساً تراجيدي يعني، حيث المهارة الفائقة كممثل تراجيدي، حيث المهارة الفائقة أيضاً كممثل كوميدي. فالحقيقة يمكن هو نموذج طيب وعظيم، ومصر بتحتفل بمولده، مولده يمكن اللي أنتجتها الظروف. وأنا بالذات يعني أنا كمخرج أرحب به، مولد نجم لامع وعظيم، وأرجو له وأتمنى له انه بنفس القدرة على النجاح ينجح باستمرار. مجال الكتابة ايضا، احنا بنتكلم لسه في الكتابة للمسرح،
الكوميدي. المسرح الانتقادي السياسي استاذ فايز بيختلف الكتابه عن في عن المسرح الكوميدي العادي؟ طبعا بيختلف من ناحيه يعني هو يمكن اللي بيكتب للمسرح عموما بيشوف الحسنات والسيئات، لكن اللي بيكتب المسرح الانتقادي ما بيشوفش غير السيئات، يعني بيركز على مجموعة السيئات بس، مش مكلف انا اني احط المحاسن اللي بشوفها. ليه؟ لاني انا واحد ماشي في شارع فيه مطبات فيه نقر، انا بمسك بطارية واقول هنا فيه نقر، لكن في الحتة السليمة ما بقولش هنا في حتة سليمة. فهنا الصعوبة ان الواحد من النقر دي يطلع رواية. يعني حتى دايما بيقولوا ان المسرح الانتقادي ما فيش فيه خط درامي. جايز، احتمال كبير يعني، جايز يعني، يمكن انا شايفه يمكن حد غيري مش شايفه، لكن انا بشوف ان في حاجه بتربط كده، يمكن ما بيشوفش يعني. لكن عموما ما انا مش مكلف حاليا او ما حدش مكلف حاليا انه يعمل الخط الدرامي وبتاع الشكل الكلاسيكي القديم يعني، لكن الشكل القديم ده اسهل في الكتابه. المسرحيه اللي فيها العرض والعقده والحل والحاجات التقليديه اسهل. انما الانتقادي ده اصله يعني اولا هو نوع دمه تقيل على قلب ناس كتير. ليه؟ في ناس كتير ما تحبش تسمع وجهة النظر المضادة. ليه؟ الناس دايما تحب تسمع التسقيف ويحبوا الكلام اللي فيه انت كويس انت عظيم انت هايل. لكن لما واحد يقول لواحد انت مثلا كرافتتك مربوطة وحش يمكن يتضايق. ده الصعوبة اللي فيه. على كل حال كل ما الواحد يزود مسرحيه كل ما يزود 100 عدو 200 300 لحد ما يبص. انت متهم بانك كلت بعقل الناس حلاوه في الهجوم على اوضاع انتهت والاوضاع اللي اصبحت حاليا في سياده القانون ما ركزتش عليها في اي عمل مسرحي من اعمالك. مين اللي اتهمني الاتهام ده؟ يعني ده اتهام مطروح كده. ماشي ماشي كده. انا هحكيك على حاجه. انا الوضع اللي ينتهي يعني الوضع اللي بينتهي انا برفض انتقاده. انا عندي اكتر من مسرحيه كتبت فيهم يعني فاصل 2 وبعدين الوضع بينتهي ما اقدرش. يعني مثلا انا كنت بعرض نيام نيام وفي اكتوبر 76 حصل العبور، انا وقفت الروايه، انا اللي وقفتها. ليه؟ خلاص لما انا اقول على ناس بيعبروا انهم نيابه بقى انا غلطان، ما اقدرش اعرضها بعد كده، دي روايه ماتت خلاص. مثلا لما انا بعمل روايه بنتقد فيها وضع معين مثلا، ها وجنت البغل الفريق مثلا النهارده كانت بتنتقد الاتحاد الاشتراكي في وضعه القديم، لما اجي اعرضها النهارده بقى انا غلطان، يبقى ازاي انا بنتقد حاجات خلصت؟ ازاي ده غلط يعني؟ ده انا المفروض انهم بيقولوا ان انا بعمل مصحات الساعه بنتقد الوضع اللي موجود دلوقتي. ازاي انا بنتقد حاجه قديمه؟ ما اعتقدش. يعني في الايام الحاليه اللي مفروض فيها سياده قانون ما ركزتش على الحاجات دي شويه ليه؟ يعني سياده قانون مش قادر افهمها انا، مش قادر افهمها. انا بعرف ان في سياده قانون كلمه عايز ترجمها لايه؟ لا يعني انا طول عمري اعرف ان في سياده قانون يعني، يعني كون ان هو ما كانش موجود او مش موجود انا مخطئ، انا مفترض انه موجود. يعني انا لما عملت التحالفات والمخابرات موجوده كنت مفترض ان في سياده قانون انهم لو عملوا لي حاجه هشتكيهم، كنت مفترض هذا يعني. مفترض كنت مفترض. انا شايف ان في سياده قانون على طول. المفروض طالب اسئله برضو في النقطه دي برضو. لا في سؤال الحقيقه في الكتابه يعني بنتهز. بس قدم نفسك لو سمحت. السلامه بالله يا صاحبي مؤلف. الحقيقه بمناسبه وجود الاستاذ لينين الرملي مؤلف يعني، فبتهم كل الكوميديانات الموجودين بان احنا بنضحك على ضحك مش مصري، ضحك مش طالع من عندنا. يعني لو رجعنا للضحك من في المواسم اللي فاتت كلها بنلاقي ان كل ان بنضحك يعني على مسرحيات مستورده من الخارج، زي ما قال الاستاذ سيد زيان مثلا مره قبل كده الملاك الازرق، انتهى الدرس، مدرسه المشاغبين. يعني لو عدينا كل المسرح في المواسم اللي فاتت بنلاقي ان احنا بنضحك على ضحك مستورد، مفيش ضحكه مصريه اصيله طالعه من عندنا باستثناء يمكن الاستاذ فايز حلاوه في بعض الحاجات، بعض يعني الاغلبيه. كل انتاج عشان ما تمسكنيش يا اخويا، عشان ما تمسكنيش انا. لا والحقيقه باستثناء الاستاذ فايز حلاوه فعلا. ايه يعني؟ طب قول لي قول لي عندي روايه اصلها الاحمد. لا ما فيش. معلش معلش ده غلطه في التعبير اسحبها.
خلاص يعني كل المؤلفات فايز حلاوه فعلا مصريه حقيقه ولا بره اه انما الباقيين معلش الاستاذ الدين الرملي خد شغله من حاجات استسهل السكه فراح جايب لنا انتهى الدرس يا غبي اللي جاب لنا الاستاذ صبحي برضو عاشق المظاهر حولها الى فرصه العمر. يعني انا مستعد اجيب لكم كل الاسماء الحقيقيه بتاعه الروايات الاجنبيه اللي معروضه. ما هو الراجل ما انكرش ولا اعداد الراجل هو ما انكرش. ده غلط. احنا عاوزين نضحك من ضحكه مصريه بتاعتنا مش لابسه برنيطه مش جايه مش مستورده من خارج. اتفضل. يعني هو كل الروايات الريحاني متاخده مثلا عن اصول فرنسيه هو مش دي المشكله. يعني اي تيمه عالميه فاوست مثلا بتعمل بكذا معالجه يعني مش ده الاشكال. يعني ايه ضحكه اوروبيه؟ احنا ما بنقلش ضحك ما بنقلش افهات. هو في فكره يعني في تيمه التيمه دي ممكن تبقى عالميه انسانيه مثلا زي تيمه انتهى الدرس يا غبي بتعالج معالجه تانية خالص. حتى انتهى الدرس يا غبي ماخوذ عن فيلم مش عن عن شارلي عن شارلي شارلي ايوه عن فيلم تشارلي. احنا الكلام ده ما قلناه وكتبناه يعني لا انا ما شفتوش اتكتب انما انا لا احنا كاتبين اعداد واتكتب ده في الجرايد كتير قوي يعني كون ان انت ما قريتوش او ما قريتش الافيش ده مش ذنب. فاحنا ما بننقلش ده. يعني حتى فيلم تنقل فيلم ازاي؟ ده فيلم فيه 100 لوكيشن فيه يعني 100 مكان ديكور. ازاي المسرحيه عندنا ديكور واحد منظر واحد الشخصيات بتختلف الحوار كله بيختلف. يعني الفكره حتى بيحصل فيها زاويه تانية خالص في المعالجه. التيمه دي ممكن بتعمل بكذا شكل مش بشكل واحد. حتى تيمه الولد المتخلف عقليا دي ما هي احنا شفناها بغير بغض النظر عن فيلم شارلي ما انت تشوفها في 100 فيلم عربي او 100 مسرحيه العبيط بتاع القريه او العبيط في المدينه او في اي حته. هو المهم باستمرار ان المعالجه ازاي. ومعروف ان في كذا موضوع بس حوالي 36 موضوع او كده بيدور حواليهم كل مواضيع التاليف مش ممكن تطلع عنهم يعني. فهو العيب ان احنا ننقل ان احنا نبقى نحس بجو خواجاتي. فهل انت حسيت ان الولد دوت مصري ولا امريكاني؟ يعني هو ده اعتقد هي دي الفكره. المشكله حقيقه ان هناك افلاس في التاليف الكوميدي في مصر ودي حقيقه انا بقولها قدام جميع الناس. مفيش مؤلف كوميدي دلوقتي نشيط على الاطلاق. احنا بقالنا فعلا 7-8 سنين بنعمل من اول ادميرابل كريتو بس من فضلك احسن دلوقتي حكايه بعض دي مفيش خالص لازم تقول ما تعممش يعني لا هو بيقول شكر لا هو بيقول شكر كسلانين وبقول ومستعد اذكر جميع الاسماء مش كسلانين حقيقه ودي حقيقه انا بقولها وده اللي مضيع اقول لك حاجه وده لكثره الفرق الكوميديه. انت زمان كان عندك فرقه واحده كوميدي تقدر تكتب لها نصين في السنه تقريبا انما دلوقتي 10 فرق كوميدي مسرح الجديد ما طلع عمل انتهى الدرس يا غالي. لا ما انا بقول لك معلش بس هو دي ظاهره يعني طبيعيه مش لحقهم بافكار لان يعني فرق كوميدي كتير هجيب لهم منين إيه؟ الكتاب مثلا يقدروا يكتبوا للدراما والكوميدي لا محلي من ايام السبنسة ومن ايام من زمان جدا ما فيش. والناس اللي تحت فين فين ده فين النصوص دي؟ ما كان في فرقه واحده يا سيد دلوقتي في 12 فرقه عاوزين 12 مؤلف عاوزين 12 نص. ما انت ما تقدرش تجيب نص ما يجيبش 12. يعني المثال اللي قاله الاستاذ سيد زيان في السبنسا والناس اللي تحت الحقيقه الفرق الكوميديه الكتيره برضو اللي قالها الاستاذ جمجوم ده برضو شيء صح بتستهلك. لا غير انها بتستهلك وده حقيقي انما في سبب اخر برضو ان ما فيش يعني اغلب الفرق الموجوده في السوق ما عندهاش شجاعه حتى انها تقدم النهارده السبنسا. يعني مش كل الفرق يعني لكن اغلبها والناس اللي تحت يعني وحصل موجه اعتقد هنفضل نقتبس لحد امتى يا استاذ دلوقتي احنا حاليا بنقول حاجه عايزين ننقل ليها موضوع النجم الاوحد. حكايه فعلا كل نجم النهارده بيستقل بذاته بيعمل فرقه خاصه فاصبح عدد الفرق الخاصه كتير جدا. ما انا اتكلمت في دي اعتقد يعني اخد راي حضراتكم فيها كده بشكل ولنبدا على طول يا استاذ سحفان. والله يا العمليه ناحيه بترجع لنفس الممثل وظروفه يشتغل مع ده او ما يشتغلش او دول عايزينه او دول مش عايزينه. فاصل ما فيش يعني عمليه تنظيم علشان الواحد ينتمي لبيت معين فكل واحد بيروح للبيت اللي بيقبله واللي بيستطيع بس البيوت كترت قوي قوي يعني وماله ربنا يزود احنا عايزين زياده ما احناش عايزين نقص. بس هي الحقيقه فعلا ما فيش نصوص. ولذلك انا بقول لسيادتك ان اي مسرحيه بتنجح من خلال 5-6 قفشات من المسرح السياسي. فعلشان المسرح الكوميدي او اي مسرح ينجح لازم يسرق من المسرح السياسي 5-6 حتت وبهذه الطريقه دي اللي بتاكل مع الناس. طب في رايك كيف احنا مش لاقيين النكته المصريه الحقيقيه تعدد المسارح الكتير جدا؟ يعني انا رايي
ان البلد عندنا 29 فرقه كمان. كمان انا هقول لحضرتك على حاجه. النهارده العصر تطور، ما بقاش العرض في كراسي المسرح، النهارده العرض بيوصل للجمهور في بيته عن طريق التلفزيون. التلفزيونات النهارده عماله تسارق وتقول هاتولي روايات، في 16 محطه عايزين روايات، يعني لو طلعنا 20 فرقه مش هيكفوا برضه. وبعدين كل الفرق ما زادت كل ما اشتغلوا، فيش حاجه اسمها ان فرقه تطلع تقوم تتعب اللي جنبها ابدا. الفرق اللي بتطلع بتزود النشاط وبتزود الجمهور على المسرح. يعني انا يا ريت الاقي في مصر 50 فرقه وال50 بيعملوا كوميدي. بس النهارده النجوم الكوميدي في مصر قد ايه؟ لكل واحد لوحده تقلب ذاته. احنا 40 مليون. فين التكتل اللي كان موجود؟ لما يبقى عندنا 40 فرقه كل مليون على فرقه تفاعل معاه يعمل. بس قولي ايه بقى؟ مش الفكره، قولي ان الفرق مركزه في القاهره بس. يعني مثلا ايه؟ ليه ما فيش فرقه كوميديه بتشتغل في الصعيد؟ فرقه بتطلع تشتغل فوق البحر، فرقه في اسكندريه، فرقه في الزقازيق، فرقه في طنطا مثلا يعني. ها الفرقه كلها في القاهره وكلهم جنب الترمايه، لازم تبقى جنب الترمايه. ها مرغوب نحط ترمايه مرغوب. الفرق الكوميديه يجب انها تزيد فعلا، وده يعمل نشاط اكتر، وما فيش خوف على حد، ما فيش خوف ابدا. قد ما هتبقى في فرق قد ما هيبقى في جمهور وقد ما الرايحه هتتوسع. اقول لك يا استاذ، مش خوف على حد قد ما هو خوف على المستوى. فعلا المستوى، الناس تكتب والناس تمثل. احنا عندنا الشعب دمه خفيف جدا، مش كده؟ عندنا مكواجيه ممكن يمثلوا كويس قوي، الشعب دمه خفيف خفيف قوي يعني. يا فاي انا اعترض يا استاذ فاي. احنا دلوقتي المفروض الكلام بالنسبه لي انا عاوز اقول حاجه عشان بيكمل برضو. ما انا عاوز اقول حاجه بس استنى، عاوز اقول لك، هل الروايه اللي فيها نجم كوميدي واحد تنجح ولا اللي فيها اربعه خمسه؟ حسب. طب ما انا مش حسب الادوار. انا اقول لك على حاجه، الاستاذ الريحاني، الاستاذ الريحاني كان بيكتب ل 12 شخصيه كلهم ابطال، وهو في وسطهم زيهم بالظبط. هو يفرق عنه ان هو ريحاني بقى، ده موضوع بتاع ربنا، ان هو دمه اخف اكتر واستاذيته اكتر، دي مساله ما حدش دخل فيها. لكن مثلا النهارده مثلا روايه زي بتاعت صبحي ما تحتملش غير بطل واحد فعلا، يعني الاستاذ المليجي، الاستاذ توفيق الدين، الاستاذ جنبه ما بينكتوش الناس، لكن هو الروايه مكتوبه البطل واحد. انا لسه كنت هي الروايه مكتوبه كده، عايز يعني ما يقدرش مثلا الدين جنبك ينكت، ما يقدرش ينكت. يعني انا كنت هقول تأييد للكلام ده، ان في تيمه بتفرض البطل الواحد، زي شكسبير لما كتب هاملت، ما هو كتبها لهاملت عشان هاملت يبقى هو بطل فردي فيها، كتب عطيل عطيل. انما زي ما بيقول استاذ فايز برضه، لابد ان الشخصيات اللي حواليه، زي ما الريحاني خد فعلا كل الممثلين فعلا ابطال، وهو اللي بيتميز عنهم بانه الريحاني. عادل امام وسعيد صالح مدرسه المشاغبين فيها خمس ممثلين. يعني انا عايز اقول مثلا، انا عايز اقول بس في حاجه اذا سمحتي، مدرسه المشاغبين التيمه بتفرض انها لابد ان تكون جماعيه. شاهد ما شافش حاجه بتفرض ان يكون التيمه بيحملها، بيحمل افكار التيمه شخصيه بطل واحد. فامتى نقول ان عيب ان البطل يبقى اوحد او نجم اوحد؟ لما يكون الدور ما يحتملش هو يمط فيه ويفرد فيه على المسرح عشان يقف جنب الممثلين اللي حواليه ويبقى بطل اوحد. بس ده بيحصل، بيتفصل فعلا موضوعات يعني مخصوص عشان نجم اوحد يقوم يعملها. مفيش مانع اذا التيمه، اذا التيمه في ناس كده. النتيجه فعلا ما بتبقاش مش الشخص ده بيغطي 3 ساعات، مش هو بيغطي 3 ساعات، هم بيغطيهم ازاي؟ ده اهم حاجه. خلاص، ما هو اذا فشل هيفشل. نوصل للاخر ان المشكله مش مشكله نجم واحد، هل والباقيين ما بيشتغلوش او بتاع، ان النجم ده يقدر يشيل بالظبط قعد، ما قدرش يشيل ان شاء الله هو روايه ويروح. صح، هي بتحصل كده. لا احنا ما بنقولش يعني يا استاذ مدبولي، احنا بنقول يعني ان هون الاحسن، ما بنقولش ان كان ده او الاستثناء. المفروض ان المسرح كل ما كان فيه مجموعه كوميديانات كتير كل ما جاز، وكل ما كميه الضحك. سامح عز، سامحني انا اتكلم في النقطه دي بس النص دي. في حل امثل انا من وجهه نظري شايفه، يعني ممكن اعرضه وبرضه اتناقش فيه. قبل ما اقول الحل الامثل ده، انا بقول ان فعلا ما فيش فرقه من الفرق حتى اللي عندها شعبتين ما بتتعبش في تكوين كاست. فعلا بتقف الفرقه لمده شهرين ثلاثه بتدور على تجميع كاست، رغم انها عندها ممثلين بس الروايه اللي عندها كده. انا عايز اقول حاجه، ما اوروبا بيبقى فرقه واحده بتعمل روايه واحده، والروايه دي انا بقى مثلا انتهى الدرس انا بعرضها ثلاث اشهر. انا كممثل برضه المفروض ما استهلكش نفسي، يعني ممكن اعرض 3 اشهر ويبقى في كاست تاني يعمل نفس الروايه انتهى الدرس بشكل تاني. يمكن الممثل شايف ان الغبي ده يتأدى بمواصفات تانيه غير اللي قدمها محمد صبحي.
الجمهور نفسه اللي ممكن يتفرج على محمد صبحي يتفرج على فلان يتفرج على فلان كل 3 اشهر ما دام الروايه ناجحه. وبنقول ان الاساس عندنا هو النص حقيقه ان هو قوي وفي ممثل يقدر يشيل هذا العيب. هو ده الثراء في الحركه المسرحيه، ده هو ممكن ياخدنا من ناحيه النهضه. ويعيش منين محمد صبحي بعد 3 اشهر بعد ما يقف؟ ربنا موجود، ربنا موجود، ربنا ما بينساش. اشتغل 3 اشهر وتقف؟ لا 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 لا، يعمل روايه ثانيه بما ان هذا المبدا على طول. وبما ان المسرح الدار اللي انت بتشتغل فيها لا. واحد هيلعب دورك استاذ ابراهيم، انا هقول لك وهنرجع ل ما هو الكلام اللي كنت قلته يا استاذ ابراهيم. يبقى الواحد يقف في الطرق هنا. لا لا لا، الكلام الكلام اللي كنت اما ان تكون هناك بيوت مسرحيه. كمل بس. نعم سامح بقول بما ان المبدا ده ماشي مش هيمشي على فرقه واحده، لا هيمشي على كل الفرق. ممكن اجي اشتغل في الريحاني في الثلاث اشهر اللي انا مبطل ما اشتغل في اي مسرح تاني. اللي احنا بنتكلم عليها مشكله تكدس الفرق. محتوي 12 ممثل مقفول عليهم الباب، وده برضو نفس المشكله اللي بنقول في الفرقه دي. فنهار لما يتعمم هذا المشروع فعلا ممكن انا اشتغل 3 اشهر في المسرح الجديد، اشتغل 3 اشهر في المتحدين، اشتغل 3 اشهر في الرحب كده يعني. بس ما بس هو في حاجه بسيطه قبل ما يسال السؤال. في جمهور بيقول احنا عايزين نسال اسئلتنا بقى. انا مش هاخد من وقته غير كلمه واحده. بلدنا فيها متغيرات كثيره، من اول تعداد السكان للامزجه للابعاد السياسيه والاقتصاديه، ودي مهم جدا، فلا بد ان تنفرد القاعده اكثر من ناحيه نجومها. شعبنا يا ريت يجد نجوم كثيره جدا يتفرج عليها. السؤال بقى هنا، سؤال الفنان محمد صبحي، الى اي مدى يتاثر الفنان بالدور الذي يقوم به حتى اذا امتد هذا الدور الى فتره طويله، مثل انتهى الدرس يا غبي؟ اعتقد ان انا مش هبقى غبي لو تأثرت بالدور. مشكله بعد يعمل روايه يعيش فيها يعني. حرام عليك يا بعد انتهاء من هذا الدور. هل ينفعل به؟ هل يعيش فتراته هو خارج الاستوديو وخارج العمل؟ وبلا شك لازم شفك حاجه غريبه. طبعا الممثل لما بيعرض لما بيعرض الروايه اكتر من 3 اشهر او اكتر من 4 اشهر، لما بتمتد سنه او سنه ونص او سنتين، في مسرحيات كتير في مصر فعلا قعدت سنتين وسنه ونص وسنه، بلا شك بيوصل. لو كان هو صادق في العرض وعامل عمليه معايشه نسبيه يعني بالنسبه للدور، بيأديه باحساس صادق يعني، بتجيله فتره مش بيمل، انما احاسيسه اعتادت اعتاد هذا العمل، فبيتحول زي البروجيكتور اللي بيولع كل ليله عشان ينور المسرح، بيبقى زي الاكسسوار اللي داخل واللي خارج بالظبط يعني، ما بيأديش عمله بمتعه. وانا الانانيه الوحيده اللي اقدسها في الفنان ان متعته قبل متعه المتفرج. بمعنى ايه؟ عشان كلام ما يتفهمش غلط، ان لازم هو بيمثل حتى لو الجمهور سقف له في الاخر ومبسوط منه، هو لو حس انه لعب اللعبه دي وماهوش مستمتع وهو على المسرح بيزعل بيتضايق. فما بالك بقى شاب ياخد مقلب بقى نفسه بتسد. لا لا انا بتكلم على الروايه اللي قاعده وبيشغلها يعني. لما بيوصل لمرحله بيفقد فيها هذا الاحساس، فممكن يسعد الناس، بس هي عمليه برضه فيها حته ايهام بيوهم الناس ان هو بيمثل لما هو بينه بنفسه مش سعيد، فدي بتأزمه شويه. بعد ما بيتخلص العمل انا بعتقد ان العمل بيبقى زعلان، الفنان بيبقى زعلان وفرحان. فرحان اولا لانه عايز ينتقل لشخصيه ثانيه يعيشها عشان يجدد نفسه، ويبقى زعلان برضه لان بتترك فيه ذكريات يعني، بتترك فيه سنه اشتغل هذا النص وعاش معاه. شكرا. نحيي المتسابق. دلوقتي اسم شارلي شابلن من هنا، ونجيب الريحاني، وجهه نظر كل واحد في من عند الاستاذ زين هنا. الاستاذ العظيم شارلي شابلن انا ما شفتلوش غير حاجه عالميه وحاجه محليه المسرح بس، وكان قمة يعني، كان شيء يذهل كفنان يعني، وشفت له طبعا حاجات الصمتة يعني. مدرسة شارل شابلن بالنسبة لينا احنا ما لحقناهاش قوي. بالنسبة للأستاذ نجيب الريحاني اللي هو قريب مننا شوية ده، متهيألي ما فيش يعني ولا موسوعة من الكتب تقدر تتكلم عن يعني ازاي كان بيتناول النصوص، كان بيترجمها ازاي كان هو في روايات ما كانش هو البطل، كان في غيره ناس البطل. في رواية حسن فايق بطل، في روايات كان بيخش هو فصل الاولاني يقفله ويخرج، بيدي دروس في حاجات كتيره جدا. وانا في مسرح الريحاني وبسمع يعني، يا ريت نوصل لقدر يساوي 10% من اسلوب الريحاني في حياته وفي فنه. طب
من الفنان محمد صبحي نعرف رأيه كده؟ أنا شايف إن نجيب الريحاني تأثر إلى حد ما بشارلي شابلن من ناحية إنه بيقدم الكوميديا الإنسانية فيها البعد الإنساني، يعني معظم أعماله بتتسم بده. أداؤه كممثل كتكنيك ممثل في حتة ضربة على الأحاسيس الإنسانية ومن خلالها ممكن أضحك. ده شفته في ملامح ريحاني رغم برضه ما شفتش أعمال كتير لشارلي شابلن، إنما شارلي شابلن كان ليه برضه تكنيك ممثل مهتم بالتكنيك الحركي أكتر الجسماني. يمكن الريحاني كان بيهتم بحتة الإحساس والتعبير عنها بنبرات الصوت والتونات والسكتات والرياكشن، يعني رد الفعل على وشه والموقف بين أربع خمس شخصيات حواليه. هو الأستاذ سيد زين برضو يمكن خد حكاية التعبير الجسماني دي يمكن خدتها من شارل شابلن ولا إيه؟ لا أنا واحد المشكلة يعني هو تلاقي الممثل مننا صبحي قال حاجة مهمة جدا، وهي الممثل اللي بيبقى حبيس الدور بتاعه ده، يعني دي مشكلة الحقيقة. يعني صبحي لقى احنا شفناه في كاركترين اهو، احنا هنخرج من كاركتير، يعني ممكن يطلع يعمل كام كاركتير لحد ما هيخلصوا، هيبقى فاضل مثلا 20-25 هيخلصوا. المهم اللي انا عاوز اوصل ليه يعني ان انا في شارلي شابلن خدت يمكن مشيته شوية في سيد اللي كان عهد، هو كان طول استاذ حسن الامام استاذ حسن عبد السلام سوري طلب يعني النسختين المشوهين انا وفلوكس في سيده الجميله ده من صنع الاستاذ حسن عبد السلام، من اول اللبس لطريقه الكلام للوشم وكل كل ده حقيقي. يعني عشنا مع الاستاذ حسن في تكوين ده، فابتديت انت تقول ان انا انما انا يعني بعيد قوي شارل شابلن في يعني لا الحركه خدت حته الحركه دايما تعبير بالجسم والحاجات دي سنه مميزه دي دي خالص في اي حاجه احسن يقول لك ده بيكرر نفسه ده احنا واقعين في مشكله صبحي بعد كده جايز في دور في روايه تانية جايز تطلع منه قوي قوي جايز غصب عنه يقول لك ده بيكرر نفسه يا جدع وصبحي بقى له اربع ساعات يضحك انما طلعت منه قوي قوي قال لك ده هو كل حاجه قوي 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 ما اتغير بقت مشكله صحيح بالنسبه لنا ككوميديانات اللي هي انها نعطر على شخصيه جديده نقدمها في النص. يا رب الفنان سير البالون انا صحيح ما شفتش حاجات لشارلي شابلن الا اللي بتتعرض في التلفزيون يعني الحاجات دي ما اقدرش احكم عليها هي ما توعاش على ما توعاش على بجد انا ما شفتلوش الا دي فما اقدرش احكم عليه من البرنيطه والعصايه يعني طيب الاستاذ نجيب الريحاني طبعا شفت له افلامه تقريبا كلها احكي له من قلبك يعني حاجات كتير يعني بعملها بالضحك وفيها طبعا لها هدف النص يعني بيضحك وبيقول حاجه نصايح فيسيولوجية الحدث اي اسم الله عليك يا دمجوم قولي حاجات كده معاهديه وعقبال ما ابقى زيه. على فكره الفنانه سيلفر عايز اسالها على حاجه، انت بتحبي البروفيل يمين ولا شمال؟ لا كنت عايزه اتصور من ده عشان انا طلعي دي البروفيل فما جاتش جت اتاخدت برضو من هنا يعني مفيش فايده برضو بالنسبه للفنان فاروق. وانا رايي بالنسبه على فكره انا رايي اقترح ان احنا نسقف له انه اول مره يتكلم. ما هو الحقيقه اصل انا بطبعي ان انا ما احبش اقاطع حد بيتكلم يعني، واحب لما اجي اتكلم اطلب الكلمه. لا انت مش مسؤول مؤدب بس انت مرزعنا يا بني. حاولت كذا مره اتكلم فعلا وخصوصا في مسؤولية النص. عرفتش تفوت انت في اي حاجة. ما نفعتش صباعك. نفعت صباعك وحد قالك لحظة. اصل جميع الناس اتكلمت. يعني انت يعني احنا كلنا غلطانين يا فلوكس. لا ما هو مش المقصود. الفرقة اتكلمت. يعني نعتبر هذا ضعف فيا جايز ان انا ما اعرفش اتكلم الا ما يسمح لي ان اتكلم يعني. لكن عموما اذا كنا هنتكلم نخصص سؤال قوي بالنسبة لشارلي شابلن يعني. فانا بعتبر شارلي شابلن ده بالذات ظاهرة فنية متكاملة لن تتكرر، يعني لن ولم تتكرر بعد ذلك بالنسبة لشارلي شابلن. ليه؟ لأنه مجموعة أحاسيس متكاملة كفنان، تجده أرتيست كوميديان حركي من غير لفظ ممكن يضحكني،
ارتست كوميديان ممكن يخلق لي موقف لان هو كان بيالف كل رواياته تقريبا اغلب كل رواياته بكل اعماله هو اللي بيالفها بيالف لها المزيكا بتاعتها بيخرجها من الناحيه السينمائيه بيعمل لها الاضاءه الكامله بتاعتها حتى لما جه عمل اعمال بعد كده شفت له فيلم قريب في اسمها كونتيسا من هونج كونج اظن بتاع بتاع صوفيا لورين صوفيا لورين نعم ومارلون براندو صوفيا لورين وفاز حلاوه تجد الطابع بتاع شارلي شابلن حتى وطلع فيه لقطه من الفيلم ده تجد الطابع بتاعه متوفر كاملا لانه ظاهره كبيره جدا لا تتكرر تدوسها يعني بالنسبه بقى لنجيب الريحاني الاستاذ العظيم نجيب الريحاني الفنان الصادق نجيب الريحاني ده كل اعماله الحقيقه ما ذكر منها وما لا يذكر حتى لغايه دلوقتي لان في بعض حاجات ما ذكرتلوش من اعمال التراجيدي بتاعته وصحيح فشل فيها لان هو كان محب جدا للتراجيدي نجيب الريحاني يمكن ناس كتير ما تعرفش الحكايه دي فيه انه كان محب جدا لاعمال التراجيدي يعني رايا وسكينه هو كان هيعمل رايا وسكينه عمل مسرحيه اسمها رايا وسكينه فعلا وكان فيها فيلين ده بتاع عجوز بقى اه ده احنا ما شفناهاش لا دي في قراءات لما تقرا في تاريخ الريحاني تجد انه ليه اعمال رهيبه جدا فيها فن يعني مش الفن بس اللي احنا شفناه ليه اذا كان في يعني مصر عرضها اتعرضت وفشلت ما نجحتش فلسعت من لان هو كان اساسا احساسه ان هو اساسا ممثل تراجيديان ما هوش كوميديان والدليل في بعض افلامه زي احمر شفايف غزل البنات وغزل البنات تجد ليه مشاهد التراجيدي من اعظم ما يمكن بلا كلمه بلا لفظ ده نجيب الريحاني في رأي الفنان بدر الدين جمجوم في الواقع في الواقع قبل الواقع في عندنا انضم لينا برضو فضل الفنان فاروق نجيب اهلا ده حيانا اللي زي اللي دخل السنة يسلم عليهم كلهم معقولة تعال انا كرسي اهو يلا شكرا هو في الواقع لا لا بلاش في الواقع احنا كومبارس بقى ولا ايه مساء الخير يا بيه انا في اعتقادي يعني ان شارلي شابلن ونجيب الريحاني ما فيش مقارنه بينهم ده لون وده لون شارلي شابلن كان بيعتمد على البانتومايم التمثيل الصامت كلياته يعني فكان يعني كل وشه كله معبر حركات جسمه يعني ده لون استاذ نجيب الريحاني كان بيعتمد على المواقف والحوار اللي كان بيحطه ليه يعني فكان بيعتمد على الموقف والنكته والحوار يعني انما شارلي شابلن لون تاني خالص غير ده يعني الاثنين يختلفوا خالص وبعاد عن بعض يعني مدام زوزو اسمع رايك انا شخصيه ما وعاش لشارلي شابلن ولا الريحاني هو الحقيقه فيهم فرق وفيهم اتفاق يمكن الاتفاق ان الفنان العظيم الراحل نجيب الريحاني كان مرتبط بمجتمعه خاصه البعد السياسي والاقتصادي فلخص شخصيه معينه شخصيه المغلوب على امره اللي تمثل طبقه مهضومه ومطحونه تماما في ظل راس ماليه قله متغطرسه وبتاخد حقوق الناس لخص شخصية الموظف الإنسان الطيب القلب المطحون وعممها في أغلبية مسرحياته وشارلي شابلن برضو خلق شخصية المتشرد اللي هو ضايع في مجتمع رأس مالي لا لو كلم على شارلي شابلن هو خليط من فن السيرك على فن الممثل بمعادلة مظبوطة جدا يعني كأنها معمولة في أجزخانة بطريقة يعني موزونة تمام انه يعمل فن السيرك مع الممثل وفي نفس الوقت يبقى ممثل انساني ويضحك يعني هو فعلا دي المعادلة الصعبة اللي موجودة في شارلي شابلن اخر كتب قريتها انا مكتوبة عن شارلي شابلن انه اعظم تراجيديان واعظم كوميديان واعظم كاتب سيناريست واعظم موسيقي واعظم مخرج سينمائي يعني الراجل الحقيقة كان عبقري في كل الفروع دي وأنا ده ما استبعدوش بعد اللي يقرأ قصة حياة شارلي شابلن لازم تخلق واحد زي ده واحد اتربى فعلى الصفة ومن كان بياكل من صفايح الزبالة واتربى في الملاجئ و إلى آخره
لازم الحياه دي فعلا تخلق واحد زي شارلي شابلن بالامكانيات الضخمه اللي موجوده فيه. في سؤال للفنان عبد المنعم مدبولي. رقم 3 بيحمل له انتوا اتنين مع بعض؟ يا خبر ابيض. التوائم بقى. قدموا نفسكم. رندا بسنت. استاذ مدبولي، من هم نجوم مدرستك الحقيقيه؟ كمان مره كمان مره. عايزين نسمعه تاني. استاذ مدبولي، من هم نجوم مدرستك الحقيقيين؟ هو الحقيقة أنا طول عمري ما بقولش إن أنا لا صاحب مدرسة ولا أستاذ. أنا لحد النهاردة أنا بقول على نفسي تلميذ ولسه بتعلم. إذا كان في حد بيقول أنا من مدرسة مدبولي فهم اللي بيقولوا، لكن أنا ما أقدرش أقول أبداً إن ده من مدرستي وده تلميذي، لأن أنا بعتقد لحد دلوقتي والنهاردة أنا تلميذ في مدرسة المسرح وفن التمثيل. من الفنان فايز حلاوه بقى نعرف وجهة نظره في شارلي شابلن. نجيب الريحاني عبد المنعم مدبول. والله هو شارلي شابلن ده أستاذ عظيم جدا بره، هو لو جه هنا كان اتلطم. يعني احنا هنا نعترف بالناس بعد ما يموتوا. احنا هنا دلوقتي، وانا سعيد جدا انك بتسألوا على الريحاني دلوقتي. انا متأكد ان الريحاني لما كان عايش ما كانش حد بيعبره، لكن بعد ما يموت نبتدي نقول فلان وكان ايه وكان ايه، ونقول بقى كان عظيم وكان مدرسه وكان كذا وكان كذا وكان كذا. وانا بحيي الاستاذ مدبولي ان هو قال الكلام ده. ليه؟ لان احنا ما بنحييش ناس وهي عايشه. ولو شارلي جانا فعلا كان تعب قوي قوي، وكان اشتغل في الفرق وتعبوه قفلوا عليه الستاره وحاجات كده. الريحاني انا رايي انه لا يذكر الا ومعاه بديع خيري، لان الاثنين دول من غير بعض واحد فيهم يقع. صح. الريحاني بيقول كلام بديع خيري، وبديع خيري في رايي كمان هو الاستاذ الاول، لان المسرح كلمه والفن كلمه. ولو ما كانش الكلام اللي بيقوله بديع خيري ده ما كانش الريحاني قال، كان طلع عمل زي الناس دلوقتي اللي عندنا اللي بيطلعوا يقفوا الممثلين صف ويقولوا اي كلام، ولو مره واحد ده مش عارف ايه يروح قايل نكته. فالريحاني لا يذكر الا ومعاه بديع خيري، والاثنين كانوا مدرسه 100%. وانا برضو بنتهز هذه الفرصه وبعتب على الناس اللي ماسكين مسرح الريحاني النهارده او اللي قالت اليهم تركه الريحاني، انهم حبسوا هذه الثروه. مش عارف حبسينها ليه، مش قادر افهم. وانا بطالب وزير الثقافه انه يستولي على هذه الثروه ويديها للناس تمثلها. انا مستعد اخد وقت مع الريحاني وامثلها بدل ما هي محبوسه عندهم، لان هم ما بقوش بيقدموا مسرح الريحاني النهارده. هم النهارده يعني طبعا اسف الاستاذ سيد زيان، هم النهارده حاطين مشكله حساسه جدا احنا عانينا منها اكتر منك ومن اي حد. نصوص الريحاني القديمه محتاجه رجعت الريحاني من جديد. ما اقدرش حد يخش يقول الطربوش يا حوش دلوقتي يا استاذ فايز، يعني دلوقتي ما اقدرش. انا جيت انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول هم بيقدموا فن كويس، ما بقولش انه وحش، بس يشيلوا يافطه الريحاني. الريحاني يتحط يافطته على رواياته، يحطوا اليافطه دي على مسرح. لا ده اقل حاجه خالص من روايات الريحاني. الريحاني النهارده لو قدمنا رواياتهم تشتغل 10 سنين، انا اول واحد اخش اتفرج. فيعني مش عارف هم حابسينها ليه يعني. وبعدين انا برضو بقول ايه، ان ده شيء عظيم جدا ان انتم بتحيوا الناس كده. يعني احنا بعد 100 سنه ان شاء الله هيبقوا بطل الاستاذ مجهول. ما كملتش، احنا قلنا ابراهيم زعفان وهتبقوا يعني حاجه تطمن يعني. شارلي شابلن نجيب الريحاني وعبد المنعم مدبولي. انتوا عايزين تجرجروا بيني وبين الراجل. انا مدبولي ده استاذ. اولا اسمعوا بس، اولا مدبولي ده استاذ وراجل عظيم جدا. شوفوا بقى اللي نوايا مش احنا بنعرف رايك الكويس. ما هو انا رايي قلته ستراف بره رايي، وهو قاله دلوقتي. انا قلت ان مدبولي استاذ بلا تلامذه. بلا تلامذه؟ ايوه. ليه؟ ما حدش بيقلد مدبولي وينجح. واللي بيقلدوه احنا عارفينهم، اربعه خمسه عارفينهم بيقلدوه، ما دام النسخه الاصليه موجوده خلاص بيقلدوه. بتبص تلاقي الراجل ده بيمثل ومدبولي شايفه انا قدامي، فهو استاذ بلا تلامذه فعلا. هما المفروض ياخدوا اداء مدبولي، لا او مدرسه مدبولي، وكل واحد يمثل بطريقته، لكن بيطلعوا يعملوا اللي بيعمله مدبولي بالملي بالهمسه، وده الغلط. طالما ان الاصل موجود ما اسمعش النسخه. ما اقدرش اسمع واحد قاعد عبد الوهاب ابدا وعبد الوهاب موجود، اسمعه ليه؟ ما انا اسمع الاصل، ما الاصل موجود. وعلى طول بتحصل في دماغي مقارنه بين ده وبين ده، وطبعا مدبولي بيكسب.
انما يعني مدبولي استاذ بلا مناقشه، ومدبولي يعني ولو دي ضد وضد مؤلفين، يعني مدبولي استاذ ياخد اي كلام يضحك الناس بيه، عنده هذه المقدره الغريبه يقول اي كلام يطلع من بقه مدبولي لازم يضحك، دي مقدره من عند ربنا. دعاء الوالدين يا سيدي. استاذ عفان بسرعه برد تقول لنا اتفضل. يعني انا بقول حتى حرج عليها من حته المنطق شويه، ان كل فنان عالمي يندرج تحته الفنان العربي، وليس كل فنان عربي بيندرج تحت الفنان العالمي، يعني بندرج كجزء انما مش هو الكل. فديت بالضبط نجيب ريحاني وشارلي شابلن، نجيب ريحاني وعبد المنعم مدبولي شيء وشارلي شابلن شيء، فشارلي شابلن كل بالنسبه للعالم كله، راجل ممثل عالمي، دول بيندرجوا تحته كجزء منه من الفن العربي اللي هو جزء من الفن العالمي، لان شارلي شابلن مش مسرح بس، انما هو سينما ومسرح وكتابه وتصوير وكل شيء. انما اذا كان الاستاذ عبد المنعم مدبولي او المرحوم نجيب ريحاني فاحنا بنتكلم عنهم كمسرح، فيبقى في اختلاف في النوعيه. يعني دلوقتي بطلب من ابتداء من استاذ فاروق نجيب، عايزه موقف تراجيدي يوضح قدرة الممثل الكوميدي، بقى يقدر يلعب التراجيدي والكوميدي، كل واحد يقدم لنا موقف صغير هنا. ايه يعني الممثل دلوقتي؟ اه لا ما ينفع. لا ليش حاجة. اتفضل اللي جاهز. استاذ زين جاهز؟ انا لا لا هو جاهز عشان انا جاي متأخر. اتفضل استاذ. بس الحقيقة يعني انا صحيح ابتديت تراجيدي. ايوه انت كنت بمثل تراجيدي كده. انا لما اشوفك بتمثل بعيط، انت فاهم انك طب قوم عشان مزعجه طبعا. عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر عشان خاطر اللي جاي متاخر ده. اتفضل يلا قوم. ايه قدام الميكروفون شويه قوم هنسقف لك وهيسقف لك الجمهور. يلا بس المشكلة يعني دلوقتي يعني ان احنا نعمل اتفضل. طب قول حاجة معايا يا اخي اطبل لك يعني. كل شيء باهت في هذه الارض معزة. اوبا صل على النبي. مصطباح منتهك. الايه؟ كل ما في القصبة اليوم حطام. احمد المصري مات، الفتى سرحان مات، مصطفى محريد مات، كل ما نسأل عنه اليوم مات، كل هذا الهم والعالم يشهد، دورة الصيادة عانت لا تبالي بحكيم أو سباع، والمسوق الشهوات اليوم تستل النخاع من رؤوس الحكماء، إنه عصر الأفهام، عصر مصاص الدماء، إنما الديدان تقتات بأعصاب الفضائل، كل شيء شاحب من حولنا مضطرب، لا! لا ملوك أزم وقميم وزري العقارب وسمى تنهشنا من كل جانب، ومعان الحب جفت والقبائل سحل الذئب عليها والرزائل تسكر الآن بعصاب الوجود، زمن الرعب يعود الغفافيش تعود، إنها تسحق أسراب الحمام وتمص الدم من قلب السلام، هاتف الحق خرس كل نور ينطمس. يجهز بعد كده مين؟ مدام سهير. انا ما فيش. لا بس قادر على انك تعملي بقى. لا ما اقول ايه. ما عندكش حاجه ده ما عمل زمان. حافظ في بيتهم ده. حافظ لي اصل ده مفاجاه الحقيقه. معلش هو مفاجاه بس طبعا الحاجات دي ما بتروحش بسرعه من الذاكره. لا والله بتروح. اتفضل. فضحونا الكوميديانات مش عارفين يمثلوا تراجيدي. اقول ايه؟ ورينا بقى انت. ما انا مش عارف انا. لا نشوف حاجه عشان لسه جاي لازم تعمل حاجه فورا.
بجد رايح عن ذهني، لان انا قالوا لي هتمثل كوميدي، فجاي جاهز بالكوميدي. اعمله تراجيدي. اقلبه تراجيدي. قادر يعني. اقلبه تراجيدي. اقول مشهد من الرعب يا اخي. اتفضل. هو ال حاجه من المسلسل كان بيتذاع في رمضان ده. مسلسلات الكوميدي؟ اه اللي بتعمل فيه دور البايخ ده التعبان. اوبا. ده جاي يشوف. ايه يا سيد؟ اتفضل يا استاذ فاروق، حبيت تقف جنب الميكروفون يكون احسن. يا فاروق بجد مش يعني الله يعينك. طب الاستاذ فايز حلاوه. انت عطيل وهو كان بيعمل ايه؟ ايوه الاستاذ فايز حلاوه راجل يعني فنان كبير، عهدناك ممثل كبير ومخرج كبير ومؤلف كبير. انا بطالب سيادتك انك تديني نص دلوقتي 6-7 تسطر تراجيدي اعملهم انا كممثل. انا الممثل اداة في ايد مخرج زي سيادتك، في ايد مؤلف برضو ممكن يديني نص اقوله. لكن انت عايز 16 بتقول الله هوبا. لا انا بنسحب من الجلسة. الاستاذ فايز حلاوة متعمد يشوط فيا في ال انت جاي متاخر وجاي تقول لي حلاوة. لا انا بعتذر، انا بعتذر على التاخير. انا يعني هو اصله صعب جدا ان واحد صراحه بس هو كان جاهز. لا لا هو بيهزر. صعب جدا ان احنا بره خشبه المسرح نعرف ننطق جد والله. الممثل الممثل ده بس الممثل ده ده صح ده صح ده صح ده صح. على فكره ده انت مش مش قاصد بس ان هذا فاروق نجيب، ده قاصدنا كلنا على فكره. طبعا بس برضو جد والله يعني انا في الجو ده لا يمكن. لا لو امتحنت دلوقتي اسقط، لو امتحنت اسقط فعلا. احنا بنتعايش في جو المسرحيه وبنشم خشبه المسرح وجو المسرح وجو الجمهور، بنبتدي نشتغل على طول. لكن هنا فعلا والله. طب انا مجبول لو امثل دلوقتي انا مستعد اراهن لو امثل تراجيدي ابطل تمثيل بكره يعني. بدال هيقوم يمثل فورا. خلاص كده مش كنت قايم تمثل؟ انا كنت قايم هبط هبط عزيمتي. انا لو انت تقدر في لجنه امتحان ممكن تعملها. عملها. طب ممكن تدوني مهله ربع ساعه احضر نفسي؟ لا حالا. يعني سيد زيان فورا طلبنا منه راح مادي. فمعلش دي قدرات، احتمال هو يقدر يسقط في الامتحان. انت ما بتقدرش تسقط. انت بتحرجونا بقى تقولوا خضرات بقى الحقيقه انا بلتمس له ان هو اتاخر لانه كان بيجيب القميص من ملابس فوق بالظبط والبنطلون من المكواجي. اتفضل استاذ فاروق. يلا طب اجهز بجد وهعمل لكم مشهد ظريف. يكون استاذ جمجوم. اتفضل استاذ جمجوم. بالظبط قوم يا جمجوم. اتفضل يلا هو جاهز. انا ما اعرفش والله ما جمجوم جاهز. انا ما اعرفش. طب هقول يلا بي اور نوت تو بي ذات از ذا كويتشن. اصل امي كانت انجليزيه. ايوه 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 بالبروفيل. ادخلي بالبروفيل بتقول لك لازم الجاي تاني يخش بالبروفيل. والفنان وحيد سيف اتفضل. التراجيدي جاهز بالتراجيدي على طول بقى في موقعي هنا على طول. مشهد تراجيدي. مشهد تراجيدي. تراجيدي. طالبين منك تعمل لنا مشهد تراجيدي فورا. السلام عليكم. اتفضل هنا. هو كرسي اهو. هنا اتفضل يا استاذ. هنا هنا محددين المسائل. تعالى واصل البرامج. تعالى اوائل الصفحه. دخول صفاء خلانا نتكلم دلوقتي عن المسرح الاستعراضي الكوميدي الاستعراضي. انتم مش ملاحظين ان دايما بيتحشر جوه المسرحيات الكوميديه استعراض؟ بيبقى بحقيقي بتحس ان في حاله يعني حشر كده للاستعراض. ليه؟ انا بالذات لا مش انا بتكلم في اغلب يعني مسرحياتنا. لا لا انا بتكلم بطرح موضوع وحضرتك بتردوا عليه. يعني مفيش محشورات. مفيش محشورات استعراضيه للاعمال الفنيه. للاعمال الفنيه القيمه. طبعا. لا هو اللي بيتحشر بيبان انه محشور. ما انا عايز اعرف ايه موضوع الاستعراض ده؟ مفروض لا هو يعني جد في الجد
كوميدي بالتحديد؟ هو اي حاجه بتطلع بتتميز بالنجاح بيحصل لها موضه على طول. ففي اللي بيعمل موضه وفي اللي بيلتزم فعلا بالتكنيك السليم العلمي لاي عمل شامل، المزيكا والغنوه والرقصه عناصر من عناصر التعبير قريبه من الكلمه يعني ومضمونها ومعناها. لكن اي كتابه غلط طبعا. هو على اي حال ما هيش موضه عندنا، لان احنا كانت مسألة كلها زمان كان فيها الاستعراضات دي، كلها اتجددت دلوقتي. صحيح بعض المسرحيات بيحاولوا يدخلوا فيها استعراضات، لكن ده مش عيب قوي يعني ان احنا مش عيب يعني، لازم برضو نعمل ده ونكسر، عشان لازم عشان نخلق ونجيب مسرحيات استعراضيه لازم يبقى في واحده وحشه واحده كويسه، وده محشور وده مش محشور، لحد ما نجيب المسرح الاستعراض المظبوط، لان احنا محتاجين للمسرح الغنائي كتير جدا في مصر عندنا. صفاء أبو السعود بتعتبر نفسها ممثلة كوميدية؟ كوميدية؟ انت بتسألي دايما مع فرق كوميدية مش كده؟ انا بعتقد ان انا يعني تقدري تقولي لايت، حاجة خفيفة يعني، ممكن امشي مع كل الكوميديانات اللي قاعدين دول يعني، اصل صعب ان يبقى فيه نعرف بس امشي تمشي معانا ازاي؟ يعني تمثلي معانا ولا لا امثل معاهم؟ لا يعني ايه، ممكن انا يحصل الضحك من خلال موقف اكون انا ويبقى مقبول يعني، انما ما اقدرش انتزع الضحكه من الناس يعني، مش انا شغلتي ان انا اضحك الناس، ما اعرفش يعني. مش سهير باروني؟ لا يا سهير دي بتضحك انا اللي بتكلم. لا يعني ما اعرفش ايه ارتباطك دايما بفرق كوميديه؟ ما اعرفش، بيتهيألي المخرجين يعني اللي قاعدين دول يقدروا يقولوا يمكن تكوينه معين. لا يعني مفيش فرق تانية؟ لا اللي ازاي بقى كل الفرق اللي موجوده يعني، هتروح مسرح الطليعه صح؟ يعني كل الفرق اللي بس يا طالب فرق كوميدي يعني. لا هو يمكن علشان ايه؟ لا هي اصلا بتعرف ترقص بتغني، وده يعني بيبقى اليخ في الكوميدي مش في التراجيدي يعني. اقول انا اتفضلي طبعا. اقول انا لا بقول يعني يمكن ايه تكوينة معينة ممكن تمشي مع الكوميديانات يعني، إيه ان انا ما اقدرش اقول عليها ممثلة بعمل مقاسي وتراجيديات وبتاع، لو احتاج الموقف انما في تركيبة معينة لممثلة ممكن تمشي مع الكوميدي يعني، تبقى مع الكوميدي لطيفة، خاصة اذا كانت استعراضية مثلا بتغني بترقص معرفش ايه، تبقى حاجة مبهجة يعني انه يبقى فيه مع الكوميدي. لكن ما دخلتيش مره في موقف كده لقيتي نفسك غصب عنك بتدخلي تهرجي وبتقولي قافيه زي ما بيقولوا حاجات كده؟ طبعا كتير على المسرح يشدوني الممثلين، اقوم اضطر ارد فيخلي مثلا الناس تروح ضحكه، انما ما اكونش انا قصدايا موقف يروح شددني او ممثل زميلي يعمل حاجه الاقي نفسي لازم ارد عليه، فالرد يروح مضحك الناس، انما ما بقاش يعني يعني أفهم. نوايا برضو ممثلة كوميدية أكيد، مش معقول يعني نوايا جدا. نوايا أنت قصدك نوايا قصدك ترجع اتفضل. سؤال للأستاذ محمد. تقدم نفسك؟ محمد عبد الباقي محمد فرس هندسة. أيوه أسأل سؤال للأستاذ لينين الرملي. السؤال للأستاذ لينين اتفضل. كيف اكتشفت موهبة الأستاذ محمد صبحي؟ واكتشف انا لسه صغير من المدرسه ماليش دعوه بده. يعني هو محمد صبحي احنا الاثنين المفروض كنا زملاء 4 سنين في معهد الفنون المسرحيه، سنه بسنه انا قسم نقد وهو قسم تمثيل، وبعدين كنا اصحاب من بعيد كده لحد ما جت امتحانات المعهد دبلوم وشفته كان بيعمل هاملت وكان بيعمل متحاز القط لمولير، فحسيت انه يعني ممثل من نوع جديد يعني مختلف، فحصل بينا لقاء ان احنا قعدنا مع بعض وبعدين عملنا فكره استوديو الممثل وكملنا يعني مع بعض يعني اكتشفنا بعض. استاذ محمد صبحي بصراحه يعني بقدم له تقدير واحترام يعني على المجهود اللي عمله في انتهى درس يا غبي. وبعدين عايز اعرف حاجه واحده بس يعني، كل مره الاطباق تقع كلها بقى طبقين، فعايز اعرفها يعني اشمعنى الطبقين دول يعني. انت شفتها كتير بقى. مساله بسيطه يعني، هي ما جاتش مع بدايه العرض يعني، كان في بدايه العرض كانوا بيتكسروا كلهم،
وبعدين صادفت في يوم ان فضل طبقين فقلت عليهم افيه يعني لو كنت انا قالت لي سيبهم نفسهم قلت لهم طبقين سلام قالت لي سيبهم فرمتهم كسر ففضل واحد يعني جزء طبق صغير كده مكسور برضه فبرضه مسكته فلما قالت لي سيبهم فسبته بشويش ثالث مره فما حبيتش اخسر الافيهين دول فحافظت على مسافه معينه جربتها ان بعد متر على طول ذراع كده اهو الا لما اسيبهم 1000% كل ليله هيفضل طبقين ما حصلش مره متكسر بالنسبه لحياه الفنان الشخصيه الحقيقه يعني شكوى عامه كل نجوم الكوميديا بيقول يعني مثلا حسن فايق انا بشوفه قريب مره فبيقول بيتعسني جدا انا في معاناتي الخاصه وبعدين اي حد يشوفني من الجمهور يقول لي قول لي نكته يعني فعلا يبدو ان بالنسبه للفنان بتبقى يعني متعبه جدا مش كده ولا ايه زي قول لنا مشهد زي قول لنا مشهد زي قول لنا مشهد لا قول لنا مشهد ده لزوم ادراك يعني لا بتبقى متعبه حقيقي بتبقى متعبه جدا بالنسبه يعني ازاي فعلا كل واحد يقدر يقول لي الجمهور بيتعامل معاه ازاي وايه اللي بيتعبه جدا لما الجمهور او بيبسطه جدا مع الجمهور ايوه بس دي امر لان اساسا المسرح دخيل علينا يعني ما هوش من ابن عمر الانسان المصري يعني ما اتخلقش معانا مش معانا طول العمر فما جه بقاله 100 سنه علينا وخاصه القطاع الكوميدي اللي بيسعد الناس بقى يتخيل الجمهور ان الممثل الكوميدي اللي هو بيضحكه في العمل المسرحي العمل الفني قادر على اضحاكه في اي لحظه خاصه النكته اللي هي السلعه الاساسيه اللي احنا بنتميز بيها النكته المصريه فيعني دي طبعا مش اكثر من كده طب بطلب برضو موقف شخصي لنجوبنا كلهم بيقتل الرغبه في الاضحاك عندهم هم على المسرح بيحصل مواقف طبعا بس اسال اللي اسمع من هنا فوجئت مره لا فوجئت مره واثنين قاعدين في اول صف وبيتكلموا في مشكله عائليه وبصوت عالي وانا شغال فطبعا انا خرجت خالص ما عرفتش طب ما ممكن يقعدوا في كازيو ممكن يقعدوا في حته اللي جابهم مسرح وفي اول صف وكانت النتيجه تحملتهم مثلا قولي ربع ساعه دخل خرجت انا ودخل ممثل زميل ليا لسه بيحكوا فكانت جه طلعناه بيحكوا بيحكوا عاملين برور 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 حاجه كده بيحكوا الحقيقه يعني في نوع من الجمهور بيعتقد ان في حاجز بينه وبين الممثل اللي بيشتغل من الحاجات اللي ما انساهاش يعني الحاجات اللي ضايقنا جميعا اللي هي الكراسي وصريخ عيل بيعيط ده اقسم بالله مش في كم ممثل هنا قاعدين اساليهم جميعا اجماع صريخ اي عيل زي ما تكوني جبتي ميه ساقعه فجاه ورحتي رشها انا بتكلم بقى عن الموضوع الثاني اللي هو الحاجز ده وده حدث في روايه كانت مع الاستاذ عبد المنعم كنا بنعملها اسمها الملاك الازرق ويتذكر هو الموقف ده كويس قوي واحده ست قاعده في الصف الاول مع ابنها عادي جدا ولد صغير عيط ف طلعت وبس يا حبيبي بس يا روحي والواد ابتدى ايه بقت لعبته ايه امه ويقعد يعمل فوق حمايه بنرجو الناس يعني انهم يلاحظوا الحكايه دي ان احنا صحيح بنبقى في معايشه كامله جوه الشخصيه اللي بنعملها بس بيبقى في برضه عينينا ودنا طبعا وفي حاجات زي اللب انا صورت بعد ليله عرض جبت المصورات اللي بيبقى متواجد في المسرح وصورت كوريدور بين صفين ورا بعض والصوره دي محتفظ بيها لغايه دلوقتي بدون مبالغه ارتفاع شبر عن تنال من اللب ايش اللب لو الانسان بعقله البشري كده قاعد يتخيل جايبين معاهم من البيت لا اتأزأز ازاي يعني الطاقه البشريه اللي قعدت عشان تأزأز اللب عايش كده استحاله يعني أزأز اللب حقيقي بتبقى سيمفونيه صاحي العمل المسرحي وبتبقى باك جراوند ظريف انما بيطلع كريشندو بيزيد تك 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 وخاصه في المواقف اللي بيبقى فيها همس او بيبقى فيها فترات صمت فبتبان قوي بالاضافه اللي قالها الاستاذ سيد حكايه صريخ اطفال الصحاب طفل عمره شهرين او الله 4 اشهر ولا 5 سنين حتى وبيعيط في الصاله هو مش متحكم هيعيط امتى
انما بيختار الوقت اللي الممثل عارفه احنا بتجهزي الافيه خمس دقايق فعلا بتعمل احباط عند الممثل احباط حقيقي بالنسبه للفنانه صفراء الحقيقه مره حصل انه في عيله بدات من الاول غلط يعني دخلت متاخره اول شيء وبعدين قعدوا فلقينا اولادهم ابتدوا طالبين شاي في الانتراكت وكملنا فتحنا الستاره لقيناهم بيشربوا الشاي بيكملوه وراحوا حاطين ايه الكوبايات على الستيج هما كانوا قريبين لانهم داخلين متاخرين قاعدين في الكراسي اكس قدام بعد شويه الاسره دي راحوا لقينا واحد راح مطلع راديو ترانزستور صغير متدبرين مسلسل في ميعاد معين واحنا بنمثل ابتدوا بقى يفتحوا المسلسل عشان يسمعوه كلهم ايه مع بعض فجاني الفلاسير قال لهم يعني وطوا شوية يعني عشان المسرح شغال وعيب يعني فقامت خناقة ولازم يسمعوا المسلسل عشان هم متابعينه في ميعاد معاد فالحقيقة طبعا كانت حاجة مش ظريفة وبعدين سمير غانم كان في كنت أيمن فرقة ثلاثي لقى الشاي محطوط حب يغزهم راح شارب كوبايات الشاي اللي محطوط فايز والله أنا بقى أحييك جدا لذكائك إنك جرجرت العالم دي وخليتيهم يشتكوا من الجمهور شوفي بقى احنا اشتغلنا في الصعيد وفي الارياف واشتغلنا في الجبهه على العساكر عارف العساكر دي بنزلوا من اللوريات بوم بوم بتاعه وحاجات كده وعرضنا الرواب بتاعتنا كلها هناك احنا بنقبل جمهورنا المصري بعيوبه بذوق هو ظرفه لو الجمهور دخلنا لقيناه قاعد مؤدب انا اتضايق احنا بنقول يعني الحاجات اللي بيعيطوا خد انت الكلب واللي بيعيطوا احنا ما انا هقول لك احنا المسرح بتاعنا جنبه اكبر مقله في مصر جنب الباب وعندنا بقى بنلم لب قد كده انما احنا خدنا على كده خلاص يعني الشعب المصري ظرفه في انه يعني كل حاجه لك معلش وصلي على النبي والحكايه ماشي احنا قابلين كل المسائل دي وخدنا على كده انا لو دخلت مره لقيت الجمهور ساكت هتوغوش في اشاعه في اشاعه ان المقله اللي جنب المسرح دي بتاعتك اهو بينا انت بتجرجر بقى دلوقتي انت اللي غلطت انا بتاعتي لكن انا بقرر ومستعد اثبت هذا ان التاكسيات اللي بتقف بره بتاعت فاروق استاذ مدبولي هو طبعا الشكاوى اللي قالوها اخواننا الممثلين كلهم هي دي اللي يعني اللي بتضايق الممثل لما اللي حصل يعني ان واحد يطلع لنا على المسرح اثناء العرض دي اللي تخوف يطلع المسرح يعني انا مره كنت انا وسهير بنمثل في رؤية اسمها حصة قبل النوم وكان المشهد فيه سكس شويه فلقيت واحد طالع على المسرح ومبرق جدا ومخشب كده ودخل علينا فانا قلت قطعا ده راجل طبعا يعني احنا قدامه ولالات الادب ولا حاجه وعاوز يقتلنا على ما اعتقد ايده مسدس كمان وحصل ارهاب كبير جدا وانا طبعا انا ما عرفتش خالص يعني وسهير اتلجمت والمسرح كله الحقيقه بقى حكايه لحد ما طلعوا ناس جابوه من فوق وطلع انه شاب عنده لوسة يعني هو فعلا عنده لوسة اتفضل اتفضل عشان ده في البداية اتفضل علي الروح لا شك ان كل فنان سواء كان اي يعني فنان مخلص لفن ومحب ليه بيتهيب الجمهور لما بيطلع على خشبة المسرح الفنان الكوميديان بصفة عامة لما بيخرج على خشبة المسرح ايه الشيء اللي يخاف منه غير خوفه من الفشل في اضحاك الجمهور بصفة عامة ده ما تروح للكل؟ بصفة عامة يعني سؤال بصفة عامة ما تروح على اي فنان كوميدي يحب يرد عليه يعني ايه الشيء اللي بيخاف منه الفنان كوميديان بصفة عامة غير خوفه من هو في اضحاك الجمهور طب كفايه ده علي لا بس هي يعني سؤال فعلا في حاجات كتير يعني فعلا الفنان حكايه ان هو يخاف من الجمهور كلنا بنجمع على
حاجة، لكن في حاجة تانية معاناة خاصة هو ده اللي عايز يعرفها بيتهيألي. في جوهر كل الجسد في خوف بيبقى يعني فينا كلنا ولا ينكرها أي ده اللي هو بيسلم بيها موجود بيبقى في يوم واحد بس هو يوم الافتتاح. لا هو بيطلب حاجة تانية يا أستاذ سيد. طب ايه المعاناه اللي بيحس ممكن يعانيها فنان الكوميديان؟ كل واحد ليه حاجه خاصه، عايز هو يعرف من كل واحد حاجه خاصه بسرعه كده. ممكن تكون دايما مصدر خوف باله. وليكن من هنا. نعم مصدر خوف. مصدر خوف الجمهور برضه؟ لا مش الجمهور، حاجه خاصه بقى يعني عايز يلمس. والله هم اتنين بس الواحد بخشاهم، الجمهور والضرايب. خصوصا انا ساكن في بيت محاصر ب15 مدرسة ابتدائي، يعني البيت وخمس مدارس ابتدائي، المدرسة في مضروبة في ثلاثة لان في فترة اولى وفترة تانية وفترة ثالثة، ف15 مدرسة في 1000 تلميذ ب15000 تلميذ بيقفوا من الساعة 8 صباحا الى الساعة من قبل 8 لان بتبتدي من 7 الى الساعة 2:30. اذا نزلت في فضيحة، اذا دخلت فضيحة فبتبقى عملية سجن. نمرة 2 اي جواب بيجيبه لي اصفر عليه الختم الدرايف. بص انا في ظرافة كده. ايه غير انا ما بخافش من حاجة ابدا، خافش مش ولا حاجة بتمثل بالنسبة لك؟ بخاف من ربنا او من مراتي طبعا. بالنسبة لك مدبولي يعني في حاجتين بتهيألي احنا كلنا يعني نخاف منهم، مش واحدة بس. لو قالوا للممثل اقف قدام الميكروفون لوحدك وتكلم، او قالوا له خطب، الحاجتين دول انا الاثنين دول اقع فيهم، يعني ممكن اقع خالص. يعني لو قالوا لي اقف قدام الميكروفون وتكلم لوحدك ولا اعمل مذيع اقع، او قالوا لي اخطب قول كلمة اقع على طول، يعني ماليش دعوه. لا ده كويس. لا انا دايما اخاف كل يوم من بدايه العرض، يعني اول الدخله، يعني الدخله، يعني دخلتي في اول المسرح. انا بجيب استاذ هو بيتهيألي بيسال حاجه خاصه، ده دي خاصه يعني اخاف، يعني مش من الفشل، غير العمل، مش من الفشل ان اضحك او ما اضحكش. لا اول دخله دايما كل ليله بتبقى عندي كده رهبه، يعني ببقى خايف، يعني استمر خمس ست جمل وبعد كده انطلق، يعني الدخله الاولى. ما هو انت لو تروح مسرح كل يوم قبلها بساعه تتمشى وتخش وتطلع. لا انا اسيب دوري دلوقتي. لا نسمع يعني نسمع، هو عايز يعرف حاجه كله حاليا، يمكن لما هم يخلصوا اكون افتكرت شيء. طب استاذ جنبه. لا انا بالنسبه يعني اول يوم لا هو انا واضح في سؤاله قوي ان هو بيبعد عن العمل، يعني غير العمل وغير معاناة خاصة داخلية الفنان، بعيد عن الفنان، بتبعد عن الفنان فيك خالص. يعني أول يوم المسرح يعني؟ لا 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 إطلاقا. أي وقت وأنا واقف في المسرح؟ في حياتك. لا يعني في حياتك الخاصة عايز يعرف هو اللي ممكن بيمثل شيء يخوفك شوي. هو عدم الاستقرار الحقيقة اللي فيه الفنان برضه. بيبقى خايف من المستقبل، خايف مش شيخوخة بس لا أكثر منه. بالنسبه للفاروق، انا شخصيا قبل ما اطلع المسرح عندي معاناه كبيره جدا، يعني قبل الدور بتاعي بالذات ازاي اوصل للمسرح. حته وصول المسرح قضيه كبيره جدا في زحمه المواصلات، يعني بتبقى مشكله وهم كبير قوي على ما نوصل المسرح. فالواحد بيبتدي يستعد من الساعه 7 قبل النص عشان يفتح ستار 10:30 مسرح. ليه؟ عشان يقدر يوصل للبيت اللي هيشتغل فيه مطمن، وبعدين يبتدي بقى معاناه التمثيل. مدام سهير اركب نص اوج. بكره والمرض. بكره والمرض. الفنان محمد صبحي. بخاف اتاخر عن رفع الستاره وعشان كده عايز استاذن. خلاص احنا على وشك الحقيقه. الفنان سيد زين. الخوف ده جوانا جميعا، يعني انا واحد من الناس بخاف دايما العرض يعجب او ما يعجبش، وخصوصا من الممثل الكوميدي زي وجهه النظر. في ناس معاه وناس ضده، يعني تلاقي ناس تحب واحد بتكره واحد. استاذ فاروق نجيب. انا
بخاف من عدم إعادات التكسات. لا 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 ما تصدقوش الحكاية دي على فكرة، ما تصدقوش الحكاية دي. بحطنا يا سيدي بحطنا هو حاجتين يعني انا يمكن قدرت افهم لا قدرت افهم سؤال الاخ ان غير خوف ممثل كوميديان انه يضحك الناس. هل انت تقصد حاجه تانية عشان افهم عشان ارد عليك؟ المعلمة. انه قبل ما بيطلع على المسرح ولا في حياته العامه؟ يعني احنا كلنا جاوبنا ما خدناش السؤال ليه بس وانت اللي تعرفه يعني؟ معلش انا بستوعب يا استاذ فايز بستوعب يعني كل العالم دي السؤال فات عليها وانت اللي شوف الاستاذ مدول يقول لك بستوعب. انا بخاف من حاجه واحده، كل واحد على قد موه، ان انا اشتغل مع منتج او صاحب فرقه وينصب عليا وما يدينيش حساب. لو مرازي بيشتغل معاك ولا ايه؟ لا 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 عشان يشتغل معاك. لا لا دي شهاده. لا اقبض